الناس حامل اكياس وجاية وعم تركض وبدها دولار، وقبل ما تسعري لها بيقول لك خلص مهم اعطيني دولار، يعني ما بعرف بكره شو بيصير. انت اليوم وقت بيكون في عندك اقتصاد من خلال المصارف قادره تعملي رقابه كنترول، وقت بتصير حركه الكاش حكما تبييض الاموال، تمويل الارهاب، الفساد، كله هذا بيصير غير قابل للمراقبه.